أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج وجه لوجه. اليوم حلقتنا حلوة وضيفتنا حلوة. رحبوا معي بالدكتورة نورية الرومي. مرحبا فيك دكتورة. حلقتنا حلوة اليوم. أولا مساء الخير. أمسي عليك وعلى يعني طاقم فريق العمل اللي معاك. أشكرك شكرا جزيلا. أشكر جميع القائمين على قناة الشاهد، وشكري الجزيل لكل من يعمل وراء الكواليس في هذا البرنامج، وأتمنى أن تكون جميلة. بإذن الله رح تكون جميلة وحلوة. دكتورة خلنا نروح على جامعة الكويت. يعني أنا ما أقول تاريخك ما شاء الله حافل، ونقعد نذكر تاريخك يعني نبي حلقة ثانية، لكن يهمني مستوى الطلبة خاصة اليوم. هل شو الفرق بين مستوى الطالب في السابق ومستوى الطالب الحالي، وخاصة اللي يدرسون الدراسات العليا؟ خلينا أسمع وجهة نظرك كدكتورة في جامعة الكويت. عندما نتكلم عن طلبة جامعة الكويت في القرن 21، نتكلم عن يعني ظروف وثقافة 21. عندما نتكلم عن الجيل السابق القرن 20، نتكلم أيضا عن ذلك العصر بكل جوانبه العلمية والثقافية والاجتماعية والأسرية. حتما في اختلاف بين يعني القرنين. في اختلاف طبعا، اختلاف يكفي أن الأسرة في السابق كانت يعني متابعة لأبنائها في التعليم. الآن تنتشر ظاهرة الدروس الخصوصية، يعني يكفي أن الأسرة أيضا أغلب الكويتيين كانوا عندهم مكتبات خاصة في بيوتهم. صح. يعني أنا أسرتي فيها العديد من المكتبات، وبالتالي هذه المكتبة هي نواة لثقافة الأسرة وثقافة هذه الأبناء. وأيضا نجد أن ينتقون الكتاب بجهد وليس بسهولة كما هو حاليا. الوالد أو الأسرة يعني في نقاش دائم مع الأبناء فيما يعني يقرؤون، وبالتالي كان هناك حافز للتعليم. وأيضا قلة الوسائل الترفيه حاليا غير موجودة، التواصل الاجتماعي، الشبكات يعني اليوتيوب والواتسابات، المقاهي، كثر السفر، هذه كلها أمور جعلت الطالب قليل الجلوس في طبعا المكتب. الثقافة والتعليم يحتاج أولا وأخيرا قراءة، أيا كان نوع القراءة، هذه قراءة يعني مدرسية، قراءة جامعية، أو قراءة ثقافة يعني عامة. عندما أهملت القراءة أهمل التفكير، أهمل النطق السليم، أهمل يعني الحب الحقيقي للتعليم. هذا إلى جانب يعني مزاحمات اللغات الأجنبية وبالذات الإنجليزي، فضيعت أيضا حتى النطق السليم بالنسبة للطالب. هذا شيء. الشيء الآخر، يعني الأسرة ما عادت كما هي في السابق. صح. والمدرس الذي كان يدرس في المدارس إذا لم يكون كما درس أنا على الأقل، على يعني أساتذة مثلا مدرسات في المدارس كويتيات في الثانوية أو في المتوسط فلسطينيات ومصريات، ففي اختلاف في الجدية في الثقافة والثقافة. يعني يعني الآن حتى لو لم نطلب بحث علمي من الطالب، نجد أن البحث إلى حد ما، هذا ما يعني أن لا يوجد عندنا الحين يعني طلبة جيدين، بالعكس أنا عندي مجموعة من الطلبة والطالبات حقيقة أنا معتزة فيهم. عندي شعراء، عندي كاتبات قصة، عندي عندهم إبداع في الرسم، إبداع في الموسيقى، إبداع في مجموعة، عندي مجموعة أنا ممكن يعني منهم صاروا كاتبات يعني دراما أو كاتبات يعني مسرح. فمعناتها الدنيا يعني لم تخلو تماما من الجيدين. أنا أوجه تحيتي وحبي لجميع طلبتي وطالباتي اللي أنا فعلا ترى معتزة فيهم. أنا فخورة لأن في مجموعة منهم يأتيني مكتمل إلى حد ما، ومجموعة إلى حد ما أقل من المتوسط، يعني أكون يعني في طول الكورس معاهم في جهاد وعراك، يعني مصممة أن أخلق منهم شيء برضاهم أو عدم رضاهم. والحمد لله النتائج لا أقول كلية وإنما يعني نسبية، أنا مطمئنة. لو سألت سؤال خاص، تفضل. من اللي وجه الدكتورة نورية رومي من صغرها الاتجاه إلى تذوق الشعر
والأدب، الوالد أم الوالدة؟ هذا سؤال كبير، كيف اختصر لك هذا المشكلة؟ باختصار أنا من أسرة محبة يعني الثقافة والأدب، يعني عائلتي بكل تواضع ممتدة جذورها في يعني أعماق الكتب. نعم. ولهذا يعني أجدادي يعني عندهم مكتبة، وهذه المكتبة يعني كلها مخطوطات ومكتبة متوارثة، يعني مثل الله يرحمه جدي شملان بن علي الرومي، مكتبته ضخمة كبيرة جدا جدا جدا. بعد ذلك تناقلها الأبناء، أبناء فلان وعلان، انتهت في النهاية عندي. هذا إلى جانب أني أنا وأنا صغيرة كنت أجلس مع أبناء اللي هو يعني خالد الشمعذي، فكان يحاورني وأنا صغيرة بكتاب الأغاني، يحاورني في المتنبي، إلى أن تشربت يعني طبعا أكيد في عندي فطري في الداخل استعداد، وبالتالي هم نموا هذا الاستعداد بكثرة القراءة والمتابعة. ثم بعد ذلك صار يعني منهم من كبار السن من يهديني كتب، يجلبها لي من سوريا، يجلبونها لي يعني من العراق. ثم أتيت للجيل الثاني اللي هو مثلا رب يطول في عمره يعني سيدي ابن خالي سيف مرزوق الشملان، مكتبته ضخمة، العم أحمد البشر الرومي مكتبته كبيرة، أهداها للمجلس الوطني، خالي حمد الرومي وكيل وزارة الإعلام السابق، فكل الأسرة يعني فيها كتب تاريخ وأدب وثقافة، فليس عجبا أن أكون برعم في يعني هذا الخضم الهائل من الثقافة والأدب. أغلبهم شعراء، أغلبهم شعراء أيضا، فأنا يعني هذه بيئتي اللي تكونت منها. يقول البيئة أثرت على الدكتورة المريم. أكيد أنا أمي شاعرة. تحفظين لها شعر؟ والله هي طبعا شعرها نبطي، ومدحت جميع أفراد الأسرة، وطلبت أن تعمل فيني قصيدة، وعندما عملتها هجتني، عملت فيني هجاء. إن شاء الله نقد زين. يعني إن أنا كنت في وقتها عندي مجموعة من المناصب الإدارية، فكل وقتي للعمل الخارجي، لا أجلس معها كثيرا، وبالتالي يعني تهجوني أن وقتها للآخرين بينما هي شحيحة وبخيلة علينا. نروح للنقد، شلون تشوفي المستوى النقد في الإعلام في الصحافة؟ يعجبك؟ أولا قبل أن نشوفه في الصحافة نسأل ما هو النقد، وهل ما هو موجود في الصحافة نقدا؟ أنت شو تشوفين يا دكتور؟ أنا عندي كتاب من ضمن كتبي بعنوان الخطاب المسرحي في النقد الأدبي، مقسم إلى قسمين، القسم الأول يتناول النقد الصحفي، ويعني أتيت بكل الآراء التي تتناول النقد الصحفي لكي أكون أنا يعني موضوعية في النقد، خاصة في منطقة الخليج، هو يتناول منطقة الخليج، فأتيت بالآراء اللي هي طبعا تناولوا الجميع، أجمع على أن يعني ما يكتب في النقد يعني في الصحافة على يعني مستويين أو نوعين. النوع الأول هو النقد الصحفي الجاد، النقد بصورة يعني مختصرة هو ميزان، هذا الميزان يتناول يعني الإيجابيات والسلبيات. النقد باختصار هو البحث عن الجمال، صح. النقد هو الجمال في ذاته، عندما أنت تكتب سطرا يعني لأي يعني شيء أنت كرمته وقدست الجمال الذي به، ولهذا هم يفهمون النقد هجوم تماما، ولهذا من هو الناقد يعني الناقد البحث عن الجمال دكتورة، أو يعني بيان الجمال إذا كان موجودا، أو إن هذا الجمال يعني موجود وإنما يعني قصة أشياء، فالناقد يبحث في كيفية سد هذا الفراغ ليكتمل هذا الجمال، ولهذا الناقد دائما عينه جميلة تنظر إلى الجمال ودائما ينشر الجمال، ولهذا النقد أنواع، النقد الجمالي يعني نقد التلقي يعني النقد البنائي، النقد أنواع وجميل النقد هذا، ولهذا هل هذا يطبق في الصحافة؟ لهذا جاء النقد في الصحافة على مستويين، النقد الجاد وهذا يأتي في الكتابة من ذوي الاختصاص، يعني من أساتذة الجامعات التطبيقي المعهد العالي للفنون المسرحية، هذه أقلام جادة وبالتالي فعلا يفهمون مقاييس النقد وقواعد النص، وبالتالي يقرأ لهم.
يأتي القسم الثاني اللي احنا نسميه النقد الإنشائي أو النقد الانطباعي. إيه؟ الإنشائي عبارة عن أن تملأ الصفحة وتأخذ الأجر. النقد الانطباعي ماذا تحب وماذا تكره. لا، الحب يعني يدخل في النقد صح، ولكن ليس الحب الذاتي، الحب وفق نظريات ومذاهب واستراتيجيات، هنا يتجلى الحب الحقيقي في النقد، وبالتالي أنت تكون قد يعني سبحت في يعني المياه الإقليمية للنقد، وبالتالي يكون هذا النقد سليما. بينما نجد في الصحافة أنا أحبك أكتب عنك كمال جميل، أنا على غير ود معك وبالتالي يعني أهجم، وهذا ما يحدث في مثلا الكتابة بالنسبة للدراما، للمسرح، لكتاب الشعر، فهذا يخرج عن دائرة النقد للأسف في الصحافة. بينما النقد الجاد الحقيقي تجده في الكتب الأكاديمية للأساتذة. حلو، أسألك السؤال الثاني، عاجبك النقد اللي قاعد تقرينه يوميا على المسرح، على الشعر؟ يعجبك اللي قاعد ينكتب في الصحافة؟ الصحافة إيه؟ يعني عادة يعني في الغالب يعني أكون بامتعاص. إيه؟ بينما يعني عندما أولا قبل أن أقرأ من الكاتب، أحترم الكاتب أولا، إذا كتب فلان وعلان أقرأ لهم حقيقة ويعني أحترم وأستفيد أيضا أنا منهم، ولكن عندما يكون يعني ما يكتب مجرد هجوم أو يعني خلافات وراء الكواليس تستقل الصفحة يعني من أجلها، أنا لا أضيع وقتي ولا أحترم أيضا ما أقرأ. ولا تقرأين؟ ما أكمل. ما تكملين؟ لا، لأن أنا يعني تخصصي نقد وأبحث أيضا عن الجمال، جاهدة أن أكون بالجمال، وبالتالي النقد ميزان حقيقي ليس فيه لا كذب ولا رياء ولا مجاملة، ومتى ما كان المجاملة سيطرت على النقد مات النقد. أكثر اللي بالصحافة غير الكويتيين اللي ينقدون؟ هو لا علاقة للجنسية ترى بالنقد. لا، خلينا نقول لا، لها جنسية، الهوى الكويتي. يعني لما انتقد مسرحية كويتية يعني أساسا ليكون الناقد كويتي يعرف شنو الثغرات، يكون دارس نقد طبعا وعلى مستوى، يعرف الضعف والقوة وينتقد، لكن اللي حصل الآن أصبحت مهنة. لا، مهنة تدر فلوس. النقد مقاييس عالمية ما يختلف عليها اثنين، ليس لها أي علاقة بالجنسية، ما لها شغل، وليس لها علاقة بالشهادة ترى، ولا لها قد أكون متخصصة في النقد وغير مؤهلة، لأن من هو الناقد؟ ندخل في موضوع آخر. من هو الناقد؟ في لدينا يعني نوعين من النقاد، يعني ناقد بالاكتساب، أنا مثلا ليست ناقدة ولكن تعلمت النقد وبالتالي ليست عندي موهبة النقد. النقد إبداع كالشاعر، إبداع كالكاتب القصصي، ككاتب يعني الدراما، فيجب أن يكون الناقد يعني بهذه الحالة مبدع. أنا أتكلم عن النوع الأول الذي قد يكون بالاكتساب، بالاكتساب درس ويطبق ما درس، لهذا يتعامل مع النص من يعني أجواء خارجية بعيدة عن الداخل، ولكن الذي يكون يعني الناقد بالموهبة وصقل الموهبة بالدراسة يكون لا حل له، مصيبة المصايب. في هذه الحالة تجد أن النص يعني يدخل في داخل أعماقه، ويعني يكون يعني قد سبح بمرجعيات الثقافية، ويكون أيضا قد توحد مع مشاعره وأحساسه، مع رؤيته، مع فلسفته، ويخرج لنا نصا جديدا غير النص الذي أنت تقرأه الآن، فيكون هذا ناقد بالموهبة والدراسة والاكتساب، وذاك ناقد بالاكتساب في يعني بعض البحيرات لا يقترب في السباحة منها لأنه لا يفهم في العوم فيها، إنما ذلك يقوص في أعماق المحيطات. النقد اليوم اللي يمارسون النقد أكثرهم صارت بالنسبة لهم وظيفة ودخل ثاني حق الفلوس، إيش رأيك أنت؟ هذا ليس يعني نقد حقيقي، هذا مو نقد، موهبة، موهبة سواء بأجر أو بدون أجر. ليس الناقد أو النقد ليس له علاقة
لا بالجنسية ولا بالمكان ولا يعني سواء بالكويت أو الخليج أو أوروبا أو أي مكان، وليس له أيضا بالشهادة. قد أكون أنا متمكنة في النقد لكن عندي شهادة، المكتبات موجودة عربية وعالميا، وثقفت نفسي في النقد وعندي موهبة النقد أو إحساس النقد، فليس بالضرورة أن أكون أنا يعني قد درست النقد. لهذا الناقد الحقيقي عندما تقرأ له من البداية، إحنا عندنا شيء اسمه عتبات النقد مثل عتبات النص في الإبداع الشعري، أول ما تقرأ الفرشية يقول لك أنا ناقد، أنت عاد تسبح معه وتسرح معه تسبح عاد إذا ما إذا ما يعني تتقن فن العوم والسباحة الله يكون في عونك. زين، منو الناقد اللي دائما تقرأ له؟ قديما ولا حديثا؟ قديما وحديثا. في نقاد عالميين، في نقاد بالكويت مثلا. نعم بالكويت، الناقد بالكويت تقرأ له، تحرصين انك تقرأين للناقد الفلاني؟ اغلبهم جيلي يكونون، يعني عندنا مجموعة يعني ذي مثل يعني مثلا عندك الدكتور سليمان الشاطي أيضا ترى ناقد، أيضا ناقد في تخصصه يعني النقد يعني وغيره، ولكن المشكلة الناس تخلط بين الأدب والنقد، أغلبهم تخصصهم أدب يعني الزملاء. في نقاد أيضا في الخليج، في الوطن العربي عاد عندك يعني مجموعة من أعلام من النقاد، ابتداء من طه حسين مرورا بفلان وعلان انتهاء بالدكتور جابر عصفور جمهورية مصر العربية. أوجه له تحيتي وسلامي له على البعد، أرجو أن تصل تحيتي للدكتور جابر عصفور إن شاء الله. آخر مرة انتقدت أمر ما، شعر، أدب، مسلسل، دراما، متى آخر مرة انتقدت؟ آخر شيء قدمته لمؤسسة يعني جائزة عبد العزيز الباطين للإبداع الشعري عند احتفالية شهر مارس الماضي، يعني كتبت كتاب عن الشاعر سليمان الجار الله من 5 أجزاء يعني 5 دواوين، عملت عليها دراسة سميتها قراءة، طبعا هي القراءة نقد لكن لا أريد أن أقول النقد أكبر يعني من قيمتي في النقد، فسميتها قراءة في شعر سليمان الجار الله، وطلع الكتاب كبير جدا جدا. لأن الأستاذ عبد العزيز الباطين، الشاعر عبد العزيز الباطين عند احتفالية بشهر 3 عن الشاعر نفسه، وبالتالي هذا الكتاب من ضمن الاحتفالية، فقرأتها قراءة نقدية كما تراها نوري الرومي البسيطة الفقيرة إلى الله متواضعة. انت يعني انت رحت يعني النقد للثقافه هذه الشعريه العميقه طبعا. تتوقعين في احد قرا غير المثقفين؟ يقرا من يعني اليوم المتلقي عامه الشعب، تتوقعين يقرون هالنقد العميق الانتقاد غير المثقفين اليوم؟ والله انا اذا تصدقني عندي طلاب وطالبات يقرؤون، وطلبة وطالبات يعني يطلبون مني بالمحاضرة كيف نكون نفسنا يعني في الثقافة والعلم، وأفرح أنا لهذا الطلب، يعني أحاول أن يعني أوجههم إلى المكتبة وأوجههم أيضا لرابطة الأدباء، وأكلم مجموعة من الرابطة لكي يكونون يعني على دراية بوصولهم، وأيضا الرابطة يعني أوجه له تحيتي تقوم بإهداء الكتب لطلبتي يعني بلا مقابل، وبالتالي يعني تقرأ الكتاب الطالبة في الساعة المكتبية تناقشني أو يأتوني حتى في مكتبتي الخاصة، وبالتالي نتناقش يعني في الكتاب، والحمد لله يعني وصلتهم إلى الماجستير والآن يحضرون طبعا الدكتوراه. فيعني أنا أجد ذاتي في طلبتي وطالباتي، أجد أنهم امتداد لي أنا شخصيا، أنا أزعلهم بالمحاضرة ترى زعلين. أزعلهم من حبي لهم لأني خوفي على مستقبلهم، لدرجة أن في مرة من المرات يعني مجموعة من الإغراءات أعطيتهم يعني سواء في الدرجات أو البحث أو الامتحان، وجاتني النتيجة عكسية، فكنت يومها يعني منفعلة، قلت لهم أنا لا أملك من المال لأشتري عصي وأضربكم، فكل طالب يشتري العصا يضرب نفسه أمامي. وبعد شوي راح تكون عندنا مفاجآت. وفعلا الطلبة يعني شعروا أن أنا تأثرت، قلت لهم أنا ليس لي ترى مصلحة، أنا عندي هدفين، الهدف الأول نخلق جيل يمسك الوطن من بعدنا، نحن غير مخلدين في هذه الأماكن، ونخلق أيضا يعني جيل
نفرح لما أشوفك أنت يعني مسكت يعني منصب أو يعني كنت مثلا عضو مجلس أمة أو تناقش أو ترسم سياسة أو خطة للدولة. هذا هو طبعا يعني هدفنا من المؤسسة التعليمية لأنها مؤسسة بحثية بالدرجة الأولى. ما رأيك؟ ما رأيك هذا الكورس؟ هذا الكورس تحديدا طلبتي يا بولي درجات خيالية. وفي البداية كانوا يعني ليست على المستوى ترى المطلوب، وتعبت أيضا معاهم، والطالبات فاجئوني بدرجات الامتيازات بشكل غير طبيعي. هذا الكورس الآن قاعدة أحس من كلامك أنك تعلمين كأم ومهتمة. أنا أم وصديقة وأخذ كل شيء لهم، المهم أطلع بنتيجة، مش مهم من أكون أنا، المهم كيف أحقق الهدف يعني من يعني وجود جامعة الكويت أولا، وكيف أيضا نحقق يعني مفردات قانون الجامعة في خدمة المجتمع والدولة وخلق أجيال قادمة لهذا الوطن بالإيجاب بالسلب برضاهم بزعلهم، مو مهم عندي، المهم الهدف وأصل إلى نتيجة معهم. وهم يمكن الحين بعضهم يمكن يسمع أو ما يسمع، وحين أنا أعلنت حبي أمامهم أنا في المحاضرة لا أعلن الحب. لا ترجع الزمن وارجع طالب. بروح تذوق الشعر. شعر يا أخي الواحد لما يقرأ الشعر أسئلتك عجيبة. الواحد لما يقرأ الشعر يسرح وحس في نوع من الجمال، كان يأكل وجبة لذيذة بس وجبة عقلية يعني يستمتع فيها، تحس إن إنسان ثاني. حبك للشعر وتذوقك للشعر كلميني عنه، حياتك مع الشعر. حياتي بالشعر؟ إيه تبي تقولين شيء ووقفتي ليش؟ هي شيء بارز قلت لا ماني قايلته. صح مو للإعلام. مو للإعلام. يعني عشقك للشعر. يعني أنا يعني بفطرتي يعني كنت أحب أقرأ الشعر. يعني وأنا يعني طفلة أقرأ يعني على مستواي يعني كتب بسيطة وقراءات بسيطة، بعدين بدأت بنزار غباني وفهد العسكر. واو. ثم المتنبي ثم كذا كذا كذا. يعني لا تنسى أنا أسرتي كلها أهل شعر. صحيح. ويعني خوالي شعراء، يعني الوالدة هذه عبد الله حسين الرومي الله يرحمه سفيرنا شاعر، وعندنا مجموعة من الشعراء حتى لو يعني عندنا عبد الله الرومي في السعودية شاعر، عندنا يعني كذا كذا، ومحبين إحنا للأدب يعني والشعر. لكن في شيئين في الإنسان، الاكتساب يعني والفطرة. يعني أنا بفطرتي لما أسمع النص يعني أكون أنا يا إما داخلة أو هو داخلي، لدرجة وأنا صغيرة كنت أسمع أم كلثوم وما أفهمها، وكان خالي يسجلها زين ويسألني تفهمين؟ أقول له نعم أفهم. أنا ما أفهم، أنا أحس بالداخل فقط. ولما كبرت وراجعت الأغنية يعني طبعا فهمتها. إذن يكون في داخل الإنسان يعني بالفطرة شيء رباني اللي هو العاطفة التي ممكن أن تتفاعل يعني مع النص، ولهذا أجد في النص يعني بركان يهزني ويعني إلى أن كبرت الآن. وبالتالي يعني في الطلبة لما يعني في محاضرات الشعر أنا أهيئ الطلبة أقول لهم أرجوكم ثم أرجوكم اعملوا ما تشاءون قبل البدء، عندما أبدأ بالشعر أرجو أن لا يحرك الطالب ورقة في الكتاب فقد تجرح سمعي وتهز مشاعري فأتوقف. الله الله، أنت قاعد تقولين شعر الحين ترى. والله قاعد تقولين شعر يعني. هل تسوينها قصيدة الحين؟ زين، شو الفرق بين قصائد اليوم والأمس؟ ثقافة. ثقافة. ثقافة الأمس أنتجت هذا الشاعر بهذا الشعر، ثقافة اليوم أنتجت هذا الشاعر بهذا اليوم، ولكنه يبقى شعرا. شو الفرق بين أمس واليوم؟ هم ما جاوبتني. أمس بالأمس لما تقرين حق المتنبي فهد العسكر تسمعين يعني برسلي تسمعين لهم، واليوم في شعر قاعد أسمع بس ما أنا لكن ما يدخل يعني ما أتذوقه. عندما
كنت أقرأ فهد العسكر وأنا بالمتوسط أشعر أنه كان يهزني عندما سمعت، يعني قرأت يعني وأنا بالثانوية، تملكني وكنت يعني أشعر في داخلي في اتصال بيني وبينه، مع أنه قد توفى يعني. نعم. عندما ولدت هو متوفي. نعم. يعني يعني لم نتقابل، وإنما الذي جمعنا هو النص الشعري. عندما قرأت في الثانوية المتنبي أنا أشعر بأنني أمام حدير لمحيط. عند أبيات من الشعر المتنبي عندما أقرأها أنا جسمي يهتز. المتنبي عاد هذا ما أعلمت أبو الشعر، باخذ مداخلة وبقول ألو. مداخلة؟ مداخلة هاتفية. مع من؟ اسمعي هالحين شقة مستعيلة. معاي حنان العبيد. ألو، السلام عليكم. مساك الله بالخير يا حنان. مساك الله بالنور، شلونك دكتورة؟ هلا حنان، نسيتني. خير الحمد لله، شخبارك؟ يا هلا، شلونك؟ منورة التلفزيون، ناطرة بس أشوفك. مشكورة مشكورة حنان. حنان، إيش رأيك بالدكتورة نورية الروم والتعامل معاكم؟ التعامل معانا بصراحة كان يعني أنا توني هالسمستر كنت ماخذة عندها. إيه؟ ما كنت متوقعتها كذي كلش، كانت وايد قريبة منها. طبعا نسمع عنها كلام يخرب، بس بالفعل لا، غير غير غير. حبوبة، طيبة، قريبة من الطلبة، ساعدنا، حببتنا بالثقافة أكثر، لدرجة أن أنا يعني رحت وشريت كتب من كثر ما أنها يعني قربتنا من عالم العلم والمعرفة والثقافة. يعني ما اقدر اقول لك ايش كثر هي وعدتنا من هالناحيه. حبيت الشعر، حبيت النقد، حبيت الادب من الدكتوره نوريه الرومي. اي صراحه اي. شنو السحر اللي فيها؟ عندها عصا سحريه؟ عندها منطق، لما تتكلم تثبت كلامها. تتكلم بالمنطق. اي يعني لما تجي تقول لك شيء منطقي، تكلم عقلك قبل لا تكلم قلبك. فانت اصلا مجرد ما انها هي تعطيك الكلام وتعطيك الدلائل على كلامها، على طول يعني ما ادري ايش اقول لك، بس على طول انها هي تثبت وجهة نظرها وعلى طول انت تقتنع. حلو. وياك الدكتوره نوريه، شو تقولي لها دكتوره نوريه؟ والله دكتورة، يا ريت كل دكاترة جامعة الكويت مثلك، والله كان جامعتنا أحسن جامعة بالعالم. يعني صراحة أنت غيرتي مني أنا وحببتيني أكثر بالثقافة، رجعتيني أقرأ، هذا شيء جدا مهم. يعني على كثر من أمثالك، أنا وايد أحبك، أنت قدوة مو بس حقي، أنت المفروض تكوني قدوة حق كل طلبة الجامعة وحق كل الكويتيين بعد. عندك ملتزم. مساء الخير حنان. مساء النور. أنا أشكر مداخلتك، ولكن أنا ما قدمته هو واجبي تجاهك وتجاه جميع الطلبة بجامعة الكويت. جميع أساتذة جامعة الكويت مثلي وأفضل مني، ولكن لم تتح لك الفرصة بحيث أنك تدرسين عند غيرهم وعند يعني غيري، وبالتالي سوف تجدينهم يعني فيهم إبداعات أيضا متعددة، وفيهم ثقافة، ويهتمون بك وبغيرك مثلي وأحسن. كلنا يعني نتكامل ونتوحد في خدمة الطلاب والطالبات. أنا طبعا أحييك لأن أنت بدأتي معي بمستوى وانتهيتي معي بدرجة الأي، وأنا كنت فخورة بدرجتك لأنني لم أساعدك بدرجة واحدة، أنت وزميلتك الثانية أعتقد، ولكن بقية الطلاب الذي أخذوا عندي أي ماينس كان تقديرهم 88 وزدتهم من عندي الدرجتين تشجيعا فوصلوا الى الاي الماينس. انت اخذتيها بجداره، انا هنيش لان انت عندك استعداد يعني ان شاء باذن الله لمستقبل باسم. الله يهنيك. مشكوره دكتوره حنان، هذا يعني تعبك معانا يعني طلع بين. مشكوره يا حنان على المداخله. حنان العبيد، شكرا لك. شكرا. المنطق، تحاورين الطرف الثاني بالمنطق. دائما انا يعني أعلم الطلبة والطالبات شيء واحد، استخدام العقل. لابد أن يستخدم العقل. ربما يعني القرآن الكريم حث على العقل،
يعني وايضا حث على الثقافه والقراءه القران الكريم. فانا اشجعهم على القراءه وعلى ان هي تستخدم عقلها وهي تقرر، لا تسمع لي ولا تسمع لي اي فتوى، وبالتالي بهذه الحاله القران موجود وبالتالي تطابق وتفهم من القران مدى صحه هذا الكلام. وايضا انا لا اريد ان الطلبه يتاثرون فيني، انا اقول انا مجرد راي، ولكن المكتبه يعني فيها مجموعه من الكتب في نفس الموضوع وفيها اراء كثيره لاساتذه اخرين. لا عندي يعني لا ما في عندي مانع ان هي ايضا تختلف معي في الراي، انا اريد استخدام العقل، اريد فقط ان الطالب يكون مستخدم لعقله غير يعني مستغني عن هذا العقل، وايضا لا يؤجر عقله لاخرين ينوبون عنه في التفكير، فهذا هو المنطق طبعا. ليش تاثرتي؟ احب طلبتي. في دمعه داخل. اي احب طالباتي صح. احبهم انا يعني بدون مجامله، انا ما بينهم ترى شيء. أنا أستاذة ومتخلصة، لكن فرحانة إنهم يعني أعطوني النتيجة اللي أنا أبيها، يعني علقت النتيجة أغلبها امتيازات بمجهودهم، جوني بلا شيء، تعبت معاهم، زعلتهم أنا يعني بنسبة كبيرة ترى اللي تسمعها أنا مزعلتهم. مزعلتهم؟ مزعلتهم من حرصي عليهم. ويقولوا لي دكتور احنا نحب الطالبات، قلت أنا اللي يحبني يراضيني بالتقدير. الله. بس هذا اللي قلت لهم وأثبتوا لي الحب، فكيف ما أحبهم؟ تلومني بحبهم؟ متأثرين أكثر الحين. سارة الهاجري مساك الله بالخير. يا سارة. سارة مساكم الله بالنور. سلمك يا سارة. يا هلا يا هلا والله. معاك الدكتورة نورية الروم وتسمعك، وجه الكلام لها. حبيت أول شيء أمسي عليكم وأمسي على الأستاذ محمد الملا حياك الله، وأمسي على أستاذتي وقدوتي الدكتورة نورية الرومي. أنا طبعاً طالبة هندسة. هندسة؟ يعني أي يعني بعيدة كل البعد عن الأدب والشعر والثقافة والنغة. عاد سارة المهندسين حاشوه من الأدب والشعر بالضبط بالضبط. بس أنا لقيت نفسي عند الدكتورة نوريا الرومي. محظوظة عيل. أنا وايد وايد محظوظة، أنا يعني طالبة هندسة وبعيدة كل البعد عن الحفظ وعن الشعر، يعني أنا مخي علمي أكثر من إنه يكون أدبي. وشون حبيت الأدب والشعر عيل والنقد؟ صراحة الدكتورة يعني لها جو خاص بالمحاضرة. شلون هي شنو اللي السحر اللي عندها؟ سألت قبلها ما جاوبتني. شنو الدكتورة السحر؟ أنا يعني أنا للأمانة أنا ولا مرة غبت عندها. الدكتورة لها أسلوب خاص بالمحاضرة تجذبنا معاها، يعني خلتنا نحس بالشعر بالقصيدة، خلتني أنا عن نفسي خلتني أتذوق معاني القصيدة. حلو شيء حلو الكلمة. زين والكلمة شو بتقولين للدكتورة نورية وياك سمعت؟ صراحة أنا يعني أوجه كلمتي للدكتورة نورية، أنا ما شفت شخص بولاء وطنية الدكتورة نورية الرومي. أنا أشهد لها. الدكتورة نورية خير مثال للمرأة الكويتية الناجحة، وأنا عن نفسي أتشرف لي كل الشرف إني أكون أو أوصل الجزء من اللي وصلت الدكتورة. صراحة أنا وايد وايد أحب الدكتورة. عندك كلمة لها؟ طبعا سارة طالبة متميزة بلا شك، لأن اللي تدرس في كليات علمية الهندسة صح. والطب مجموع عالي. أنا تفاجأت أنها درست عندي والمادة اختيارية، وبالتالي سألتها يعني ما الذي يعني أجبرك على دراسة هذا المقرر وفي حفظ وشعر وهي طبعا هندسة. هي ذكرت أني أنا سمعت عنك، فأحب أن يعني وأعتقد هي لم تقول هذا، ولكن أنا أعتقد أن هي دخلت تجرب، لأن من حقها الانسحاب في فترة مقررة وتنسحب يعني منها. وسألتها هل ترغبين بالانسحاب، لأني خايفة عليها لأن طالبة هندسة، لا أريد أن المادة تنزل طبعا من معدلها. فهي أجابتني بسؤال بمنتهى الذكاء، هل وجدتيني يوما غبت عن محاضرتك؟ الله. فأفهمتني. تحيتي طبعا لسارة، أتوقع لها ولكل يعني حتى لحنان مستقبل. تحيتي لك أستاذة، أنا يعني أحسدكم، أحسد المذيع محمد الملا أنه موجود وياك حاليا. حبيبي. والله أنا أتشرف اليوم، يعني هذا اللقاء كنت أنتظره من زمان. أنا يعني متفائلة ترى في مجموعة من طلبتي، يعني أنا متفائلة يكونون يعني
يعني لمستقبل الكويت بدون مجاملة بدون مجاملة. عندي مجموعة من الطلبة والطالبات في هذا الكورس حقيقة، حتى في الكورسات القادمة. لا أنا لا يمكن، تحيتي لك سارة، وطبعا أتمنى لك التوفيق، ومشكورة على الكلام اللي قلتيه. مشكورة يا سارة. أنا دكتورة يعني هذا حقك، بلاك أنا ما أجاملك، أنا أقول الحقيقة. شكرا. مشكورة يا سارة. مشكورة. يعني شوف الرقم، كل الإحباطات اللي إحنا فيها يعني على المستوى الطلابي، يبقى البارق الأمل في مجموعة جدهم أمامي بالمحاضرة، حتى لو يطلع لي 5 من 50 أنا راضية. إنجاز. أو يطلع لي 2، ولكن هذا الكورس في كل مرة يطلع لي نسب 3، 4، 5 أو 1، لكن هذا الكورس تفاجأت مستوى الطالبات ومستوى الطلبة، طلع عندي شعراء. إن شاء الله. عندي شعراء ويعني ينشدوني الشعر قبل ما يمشون. أوقف الطالب عندما يقول لي قصيدة، خليه ما يطلع، أكمل القصيدة وهو يخجل، يخجل لأنه يعتقد أني ربما أطبق مقاييس النقد عليه. لا طبعا، كلنا نخطأ، كلنا ولادتنا صغيرة ثم ننمو ونكبر، وبالتالي أشجعهم أن أنا أسمع شعرهم. عندي مجموعة من الشعراء في هذا الكورس، وأخذوا الطلبة عندي امتيازات، ترى هو نادر ترى، ولكن هذه يعني هذا الكورس يعني أنا سعيدة فيهم. الحمد لله. وزارة الإعلام، لجنة إجازة النصوص للدراما. الحين عقب هذا الكلام الجميل. الحين المعركة عاد. لأن الوقت قاعد يمر. تنقلني لوزارة الإعلام. إيه انتقل وزارة، لأن هذا قضية محور مهم. تفضل. إحنا الكويتيين مراضين على الدراما الكويتية الأخيرة في السنوات الأخيرة، لا تمثلنا. لجنة الدراما، لما نسمع أن إجازة نص تقرأ ما نشوف في الهوى الكويتي، هوى قصة من خارج الكويت حولوها سيناريو صارت كويتي، جنسوها. وين النص الكويتي الحقيقي؟ وين لجنة إجازة النصوص؟ ولا في واسطة أكبر من لجنة إجازة النصوص أنها تمر كثير من النصوص اللي ما نحس فيها يعني؟ قصتها؟ طرحت 3 أسئلة بسؤال واحد. أنا أبدأ من الأخير، من الثالث. زين. ليس هناك ضغط على هذه اللجنة، خذها مني أنا. ما في ضغط أبدا يعني. التحية لوزارة الإعلام بكل طبعا قطاعاتها وموظفيها ومسؤوليها، يعني أنا موجودة معهم لفترات ترى، يعني في السابق كنت ماسكة رئيسة تحرير عالم الفكر ومستشارة وزارة الإعلام، ماسكة لجان المنتج المنفذ من زمان، والآن أنا حاليا يعني لا يعني ليس بالمنتج المنفذ وإنما في إجازة النصوص. لم يضغط علينا يوما مسؤول، سواء المباشر اللي هو رئيس اللجنة الوكيل المساعد، يعني أنا عاصرت أكثر من وكيل، أو من وزير أو وكيل أعلى، لم يتدخل أحد في العمل. خذها مني وأنا صادقة في كلامي. رفضت نصوص، لكن الحين تدخلتني سؤال رابع. أي. لكن تقول أين يعني مثلا النص الكويتي؟ أولا الذي يكتب يعني النص الدرامي قد يمثل البيئة، وهذا هو المطلوب، ولكن قد لا يمثل البيئة، يعني ليس هناك قيد على الإبداع، أعرف كيف؟ ولكن إحنا نحلم أن يكون عندنا كاتب كويتي ويمثل البيئة طبعا الكويتية. عندنا عمالقة في الكتابة مثل يعني الله يطول في عمرهم الفنان يعني عبد الحسين عبد الرضا، الفنان القدير سعد الفرج، المبدعة يعني حياة الفهد، وهناك من مات وتوفى وانتقل إلى رحمة يعني الله يعني الدكتور محمد الصوري، وما في داعي أعدد أنا الأسماء. ولكن في الوقت الحالي عندنا يعني 3 أنواع من الكتاب. حلو. النوع يعني العملاق صار نادر أن يكتب مثل الأستاذ سعد الفرج أو يعني عبد الحسين عبد الرضا، وهذا يكون أوجه لهم تحية طبعا للفنانين يعني جميعا. وأيضا صار نادر الكتابة يمكن لأسباب خاصة أو لأسباب أخرى أنا أجهلها. نتناقش في النوعين يعني التاليين. النوع الأول الكاتب الكويتي الشاب،
وهذا احنا دائما يعني نرعاه ونهتم فيه اكثر، ونحاول ان احنا ما نرفض النص ولكن نعدل ثم نعدل ثم نعدل الى ان نصل بنتيجه معه. تعدلون النصوص طبعا. والنوع الثالث يعني ياتينا يعني على ايضا شكلين او نوعين، اما ان ياتينا من خارج يعني الكويت ويقدمون نصوصهم عندنا لننجزها. اوكي هذا، او انه هو يعني يشتري نص ويضع باسمه وهو اصلا ما ليس له، بسهوله النص يبين، او يقدمه واحد يقول انا غير محدد الجنسيه. فهني تبدا عاد يرسمون لك المرجعيات الثقافيه لبيئاتهم. فانا اذا شريت نص من واحد غير كويتي فبهذه الحاله يعني هو باسمي، وانت تحاسبني على ان انا كويتي وتطلب مني البيئه، ولكن انا شريته وما قلت لك، او انه هو كان واضح معنا وقال انا غير محدد الجنسيه وحتما له جذور من خارج المجتمع، وبهذه الحاله عاد يحدث ما يحدث في المجتمع، وفي النهايه من الضحيه اللجنه واعضاء اللجنه. اذا هم يتحملون المسؤوليه. يعني احنا لا نتحمل مسؤوليه. احنا في هذه الحالة لا نمنع نص جاءنا من خلال شركة إنتاج كويتية. هو الشرط الأول في التقديم أن يكون يعني مقدم من شركة إنتاج كويتية. صح. هو جاء لنا في الطريق الشرعي والقانوني. وإذا أنا جاني نص باسمك وانت شريتها من واحد ثاني، مع احترامي لك أنا ما كذبك، أتعامل معك أن هذا نصك، ولكن أنا في داخل النجد بسهولة أضبط سواء في الأسلوب أو في بعض اللزمات في الكتابة أو في بعض المواقف أنا أقول لهم هذا كاتبة كذا وكذا وكذا، يضحكون أعضاء اللجنة. أنا أوجه تحيتي لزملائي طبعا في اللجنة فردا يعني فردا، وتحيتي لي طبعا الرؤساء اللي كانوا يعني في عهد يعني سابق على هذه اللجنة، والأستاذ خالد يعني الرشيد الآن اللي هو طبعا رئيس اللجنة. أنا حقيقة لم يضغط علينا أحد، أقولها لك وأنا صادقة، لكن المشكلة هذه هي البضاعة. أزين أنا بسألك هني، في نصوص رفضتوها؟ طبعا طبعا كثيرة رفضتوها. كثيرة كثيرة كثيرة. وما تشاهده الكثير منه معدل أيضا. معدل معدل يعني ليس كما جاء يعني لنا يعني للوهلة الأولى. البعض يقول اللي تقر اللجنة على أرض الواقع يتغير أيضا. نعم. اللي على أرض الواقع أنتوا توافقون على نص معين، لما يمثلونه يتغير أيضا. صح. مش الواقع. صح. اللي تم إجازته. صح. تنتقدون، تعاقبون، تكتبون، تراجعون بعده، ولا انتهت دور اللجنة؟ هذا أيضا في نقطتين حديثك. إيه؟ الأولى إحنا نختص فيها يعني دائما ايضا احنا نوقف النصوص لخوفنا من العرض، لان انت الان تتعامل مع ورق، هذا الورق انت تستطيع ان تحدد اطاره وايضا تسد منافذه يعني الممنوعه، وبهذه الحاله تكون انت سيطرت على زمام النص. عندما يخرج منك يذهب الى مخرج، المخرج له رؤيته الاخراجيه، له رؤيته الإبداعية، كيف أنا أتابع المخرج وذي؟ هذا هنا ينتهي دور اللجنة التي أنا فيها، يأتي دور وزارة الإعلام في جهة ثانية مختصة بهذا، هل تتابع يعني بعد يعني العرض؟ هل تتابع قبل العرض؟ هل يكون لها عقاب؟ هذه أنا غير مخولة في الإجابة على هذا الكلام، يعني لأن أنا ليست الناطق الرسمي لوزارة الإعلام، أعتز بالوزارة ولكن أنا أكلمني في حدود عملي. هم احنا مراضين على مستوى النصوص الدرامية الفترة الأخيرة. هذا هو الموجود. هذا هو الموجود. هذا هو الموجود. احنا نفرح اذا، وانا الوم يعني والوم نفسي اولا، انا يعني بعد لا الوم الاخرين، ان يعني من يستطيع الكتابة ولا يكتب هو مقصر، انا اول المقصرين والمقصرات. ففي ايضا الكثير من ترى يعني هو صح عملية إبداعية، يعني عملية موهبة وايضا عملية ادوات،
هذه الادوات كلنا احنا نلمها، اساتذه المعهد العالي للفنون المسرحيه يقدرون يكتبون، اساتذه التطبيقي في تخصص النقد يقدرون، اساتذه قسم انجليزي اللغه العربيه، فترى اغلبهم ولكن مشاغلهم واهتماماتهم وابحاثهم ويعني اللجان اللي تعملون فيها بالداخل وعضوياتهم في خارج الكويت يعني تاخذ منك يعني الوقت، ولهذا اتمنى ان يعود هؤلاء للكتابه لنرسم البسمه يعني على الاقل على البرنامج عشان لا تعاتبني انا وايد. نطلع الايجابيه. بايعه النخي ليش رفضتوه؟ ما رفضنا بايعه النخي. بس ما رفضتوه؟ لا. اجزتوه؟ نعم. بايعه النخي يعني أوجه تحيتي للفنانة الغديرة طبعا حياة الفهد، هو جاءنا ووضعنا عليه يعني تعديلات بسيطة، وأيضا هذه التعديلات لم نطلب أن تعود للجنة، يعني تعدل وتذهب لوزارة الإعلام القنوات الأخرى ويجدونها بدون الرجوع لنا، لأن ما في محاذير رقابية كثيرة إلا شيء بسيط خففنا من بعض المشاهد، وليس يعني مشاهد نكد ولا لا شوية مشروب ما مشروب. ما رفضنا بايعتنا. ما رفضتوا؟ لا. أنا عرفت ما مر عليكم. لا مر علينا. مر عليكم؟ مر علينا بالفترة الأخيرة. فترة بس بدوا بالتمثيل قبل ما يعرضونا عليكم. هو في نوعين من عشان أكون أنا أمينة، في نوعين من يعني التصوير. يعني إذا تصوير في النص خارج الكويت هذا ليس يعني ترى للإعلام عليه دخل. إذا نص يتكلم فرضنا عن لندن أو تركيا ويبي يصور مشاهد هناك، لكن إذا تتكلم عن داخل الكويت أيضا يكون لابد أن يكون قد مر، لكن هو قد بدأ عندهم، أنا ما أعرف عن بايعة النخي شيء، ولكن جاء لنا قبل شهر تقريبا ويعني أجزناه ووضعنا الملاحظات البسيطة تعديل مو تعديل حذف بعض المشاهد، وأيضا طلبنا عدم عودة النص لنا مرة أخرى، لأن أنت لما تخفف ما في داعي نأخرهم على ما نجتمع وكذا لتسهيل الأمور، قلنا ما في داعي يعني الوزارة تتكفل بهذا الجانب معهم، ما في شيء في بايعة النخي. ناخذ مداخلة. نعم. هم مع طالبة تكلم اليوم. لازم تبي تكلمك. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. من أهلا وسهلا. شلونك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معكم أنا زبيدة يوسف. والنعم. طالبة في كلية الآداب. إيه؟ يعطيكم العافية على البرنامج الحلو. الله يسلمك. برنامجكم اليوم وايد منور بوجود دكتورتنا وحبيبتنا وصديقتنا وأمنا نورية. إيه؟ الرومي. دكتورة بداية أنا أشكرك وايد لأن أنتي كنتي أم حقنا بالصف، علمتينا إحنا شلون نناقش بعض، علمتينا إحنا شلون نحب المادة قبل أي شيء، دخلتينا بيتك عزمتينا، كنتي معانا علمتينا أشياء إحنا ممكن نستفيد منها في المستقبل، شلون نقرأ، شنو الكتب اللي إحنا ممكن نثقف نفسنا فيها، شلون طريقة المناقشة. أنا وايد وايد يعني وايد فخورة إن أنا خذيت عندك هذه المادة، ولو يعيد فيني الزمن راح أرجع أخذ المادة عندك مرة ومرتين بعد. مشكورة يا زبيدة على المداخلة، شكرا لك. شكرا لك زبيدة، شكرا، لأن هي من الطالبات اللي طلبت أن يعني سألتني كيف أكون يعني مثقفة مثلك، هم يعطوني شهادة أن أنا مثقفة، يعني هذه شهادة منهم مو مني أنا، وبالتالي يعني حددت معها مجموعة من الكتب، وهي من الطالبات هي ويا يعني سارة ومع حنان أخذوا الاي بجدارة، ما أعطيتهم ولا درجة. أتوقع لها مستقبل بعد. هي يا الله يوفقها وإن شاء الله تكون هنا ضيفة عندنا بعد إن شاء الله. قابلهم يا ليت والله أعطينا أرقام. لا والله يعني ترى نواة لجيل يبشر بالخير حق الكويت، طريقة تفكيرهم اتقاء عباراتهم تحسها راقية. حلو. في سؤال مهم. نعم. أنتم منعتم مسلسل ساق البامبو وعلى الرغم أن هذا النص أخذ جوائز، ليش منعتوه؟ سكتي؟ لا أنا لم أسكت. أولاً السكوت معناها لا، أنا أتأمل يعني. إيه؟ الكلام اللي حضرتك قاعد يعني تقوله، في مشكلة
في ساق البامبو عندهم أهم أولا. إن النص تقدم لنا في فترة متأخرة جدا. يعني أنا أتمنى من الجميع أن يقدمون يعني نصهم بفترة زمنية يعني سابقة يعني طويلة. به اللجنة تعمل من شهر 9 وتنتهي يعني في هذا الشهر تقريبا أو شهر القادم. فما المانع أن يقدم لنا النص في شهر 10 ونوفمبر وديسمبر لكي نضع الملاحظات إذا هناك ملاحظات، ويأخذون الوقت الكافي للتعديل يعني ويعيدون لنا مرة ثانية. الذي حدث أن يعني أن النص قدم لوزارة الإعلام، لا أعرف بتاريخ يعني ذي، لأنه هو يأتي أولا لوزارة الإعلام ثم يراقب من لجنة اسمها لجنة القراء. بعد أن تنتهي هذه اللجنة يعني نكون نحن يعني يرسل إلينا النص الأصلي ورأي القراء ونأخذ وقتنا في القراءة. متى قدموا يعني؟ يمكن قدم في نصف 3 أو آخر 3، يعني ما كان في وقت لا آخر 3 اللي يمكن الوزارة، لكن إحنا تقريبا في نصف 3 آخر 3 إحنا تقريبا اجتمعنا يعني أو أول 4 يعني أنا ما يحضرني التاريخ تماما. وعندما يعني صار الاجتماع يعني كان في البداية يعني حسيت أنه هناك ضغوط يعني في الاستعجال للاجتماع. نحن نجتمع في الشهر يعني نجتمع يعني مرتين كل 15 يوم مرتين. تخيل في كل نص يعني احنا نقرأ 1200 صفحة، في كل حلقة 50 صفحة قراءة، 30 حلقة اضرب الخمسين بثلاثين أو 60 أو 40، نجتمع لست نصوص. احنا يعني نقرأ في خمسة في الأسبوعين أكثر من 10,012 صفحة، ويعني في شهر واحد نجتمع مرتين فنتعدى 20,000. لكن هذا كله ضغط يعني على يعني على اللجنة. وفوجئنا أن يعني ترى يعني وزارة الإعلام تعاونت يعني ترى كثيرا مع هذا النص، وكانت يعني تستعجل يعني لأهداف يعني أن الوقت ضيق وكذا، وطلبت اللجنة بأي شكل نجتمع. في وقتها للأسف كان يعني 19 أعتقد مارس احتفالية البابطين في الشاعر سليمان يعني اليار الله. أنا عاملة كتابي والجلسة عن سليمان الجار الله، ما رأيك لم أذهب للبابطين؟ طبعا أنا أوجه له التحية وأعتذر له عن عدم حضوري، لأن وزارة الإعلام يعني حددت الاجتماع وأنا مضطرة أن أيضا إحنا نجتمع من أجل هذا النص. عندما جاءنا التقرير لوزارة قارئة يعني النص من وزارة الإعلام واضع 20 صفحة ملاحظات على النص، في الصفحة على الأقل 3 ملاحظات، اضرب 3 ملاحظات ب20 صفحة. أنا طبعا أولا قرأت النص، أنا قارئة القصة من الأول وقرأت النص. المشكلة أنت عندما تقرأ النص بكتابة الكاتب يكون الكاتب هو الذي يخاطبك، عندما تقرأ النص من السيناريست اللي كاتب السيناريو هو الذي يخاطبك. أنت أمام نصين وشخصين، ليس بالضرورة أن يعني يتطابق النصان، ليس بالضرورة، ومن الطبيعي أن النص يعكس رؤية وثقافة الكاتب، والسيناريو أيضا الذي كتبه يعكس صاحبه وثقافته ورؤيته. وبالتالي في أكيد راح يكون يعني في العرض في الشخصيات في أمور كثيرة راح يختلف يعني نسبيا. وضعنا نحن ملاحظات شخصية ومن وجهة نظرنا إلى جانب يعني 20 صفحة لقراء يعني الوزارة. انتهينا يوم الثلاثاء وتأخرنا بالليل، ويوم الأربعاء صباحا شركة الإنتاج أو ما أعرف منو المعني قابلوا وزارة الإعلام، جلسوا معاهم وبلغوهم طبعا بالملاحظات. الملاحظات يعني كثيرة، على الأقل بتاخذ أسبوعين صح؟ ونجتمع مرة أخرى. فوجئنا بيوم الأحد يقولون وصل النص معدل. إحنا المفروض نجتمع بعد أسبوعين،
اوكي، وحاول يعني الوكيل ان احنا باي شكل نجتمع، يعني قلت على الاقل ابعث لنا راي يعني وزاره الاعلام القراء اللي عندك، ويعني يعني افيدونا بالنص المعدل لقراءته مره ثانيه. يوم الاربعاء الساعه 12 تحديدا انا في الجامعه عندي محاضرات، عندي اجتماع، قالوا اليوم العصر الاجتماع. هذا معناته أن وزارة الإعلام متعاونة لأبعد حد معاهم بتمشي أمورهم، إحنا ما عندنا مانع، لكن لا قرينا النص يعني ولا وصلنا الرأي اللي فبعثوا لي كل شيء وأنا بالجامعة. تعطلت الأمور في الجامعة، لا دخلت محاضراتي ولا دخلت اجتماعي، عندي لجنة ترقيات أوكي، وفرقت نفسي للقراءة ومن الجامعة ذهبت إلى وزارة الإعلام. لا يمكن، لا يمكن في خلال أيام يعني معدودة على الأصابع يتم هذا التعديل الموجود. أنا أعتقد أن الوقت ضايقهم، الوقت ضايقهم، ولو عندهم متسع من الوقت لعدلوا بطريقة يعني أفضل. فجاء رأي يعني قراء وزارة الإعلام يعني أن التغييرات جدا بسيطة، ولكن بقيت 20 صفحة. واللجنة أيضا عندما قرأت واجتمعنا وجدنا أن التعديلات لم تتم، فإحنا لم نمنع، إحنا عطينا فرصة للتعديل وإحنا مستعدين. وقلت لهم أنا يعني كفي من كلمني يعني منهم، أنا قلت لا تستعجلون، ويعني أوجه تحية لمن كلمني، إحنا مستعدين يعني نجتمع، مستعدين نخدم، لكن ولا يعني بود أن يقف النص. بس لكن يعني من أسباب يعني دبي هي تبنت النص، وأعتقد أن راح ينتج في دبي، لكن قالوا من أسباب رفض اللجنة أن هذا يعني القصة تدور عن زواج بالآسيويين أو مشاكل حول هذا الموضوع من الآسيويات يعني أو مشاكل أبنائهم، هذا أسباب النص، رفض النص. والله هي 20 صفحة. إيه 20 صفحة فقط، 20 صفحة كلام، لكن كفكرة النص لا 20 صفحة لي يعني لقراء الوزارة والأساتذة أيضا وضعوا رؤيتهم الخاصة. إحنا ليس ضد أي نص، لا ساق البامب ولا غيره، فقط نعطيك مهلة للتعديل. المشكلة في زمنهم، هم جابوه متأخر، صوروا جزء منه في الفلبين ومن حقهم يصورون ايضا، وايضا يعني باي شكل يبون يعني ينتهي خلال 3 ايام. حتى لو انا اريد ان اكتب يعني 3 صفحات لا يمكن بسرعه، والتوتر، فاكيد ان الوقت ضايقهم. فلو ما اعطين نفسهم الوقت الكافي اعتقد لا يكون كل هذا. حلو. فما في، انا في نظري ما كان في مشكله، المشكله ولا فكره النص ولا فكره الدراما المكتوبه. لا لا، هو كل نص يجينا عليه تعديل ما في مشكله، ولكن في من وجهه نظر اللجنه تضع الملاحظات وياخذون وقتهم شهر يعني، او لهم مده معدده يعني 40 يوم او اكثر، عرف كيف؟ من حقهم ان ياخذون هذا الوقت الكافي، ومستعدين ان احنا نخدم ونقرا ونعيد ونجيز. حلو. لا ما في يعني، يعني ما اخذت الموضوع ان الفكره العامه أسئل. اوكي، في فكره او في كلها يعدل، ما في شيء مستحيل. لكن ما رفض من اللجنه، عليه تعديلات. عليه تعديلات. فقط، هذا الملخص. عندما يقال مرفوض معناته في اللائحه، في لائحه الاعلام انه يعاد النظر فيه. هو يعني يعني رفض مبدئي. ويعطى للتعديل وفق الملاحظات ويعاد لنا ونجيز، فما في اي يعني. حلو. عندي مداخلة. سهو السهو. منو؟ سهو السهو. سهو؟ الحين سمع المداخلة يبي يكلمك. مساك الله بالخير اخوي سهو. مساك الله بالخير اخوي محمد. طيب يطول بعمرك، الله يعافيك، يطول بعمرك. الحين طلع سهو. طبعا راح تستغرب، انا جرت العادة مداخلاتي او مقابلاتي مختصة في المجال الرياضي. اي انا استغربت بعد. لكن لما شفت يعني الدكتورة لم استطع ان اقاوم، واصريت على الـ على الـ على المداخلة. لأشهد شهادة للتاريخ، وسوف أتحدث عن الجانب الآخر، ليس الأكاديمي وليس الأدبي، أنا أتكلم عن الجانب الإنساني والإداري، حيث كانت الدكتورة هي العميدة المساعدة للشؤون الطلابية، وكانت سبب رئيسي في تغيير مسار حياتي الوظيفية من خلال جلوسها معي قبل 25 سنة تقريبا. ما شاء الله. وإقناعي بأن أعمل في 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 الجامعة واللي تمثل أعلى مستوى ثقافي، وكانت بالنسبة لنا تعاملها الراقي
يعني الجانب الآخر هو الفن في الريادة والقيادة الإدارية. ما يتعلق في الأمور الأكاديمية فشاتب يعني الدكتورة مجروحة، لكن أنا كلت أمانة أني عملت مع هذه الأستاذة، وأتقدم جزيل شكر الامتنان لقناتكم ولك شخصيا أخوي محمد. الله يسلمك طول بمبر. لاستضافة هذه الغامة اللي إحنا حقيقة يعني كنا نتمنى مثل هذه الشخصيات. يعني أنا ما بأخذ وقت المشاهدين ولا المتابعين للاستمتاع في الحديث، لأن الدكتورة ممكن تقعد معها ترى ثلاثة أيام أربعة أيام تحس بنفسك تاخذك بالحكي ما حد يقدر عليها. المصيبة أنا باقي ربع ساعة للساعة ونص. والله تستاهل تعطونها أكثر من مقابلة. وفقت أمانة وتماما في استضافة هذه الشخصية، لأن كلها كل تقدير واحترام هذه الشخصية الوطنية الأدبية الأكاديمية الإدارية. أتقدم لكم جزيل الشكر وسلامي دكتورتنا الفاضلة الدكتورة نورية. تحية لك يا أبو عبد الوهاب. يعني أصرنا دخولك. أنا سعيدة يعني كان زميلي في مكتب التوجيه والإرشاد عندما كنت عميد مساعد للشؤون الطلابية من خيرة الشباب، وين طلعته؟ والله هو اتصل وأصر أنه حتى من أخونا حسين الخضر. أنا من زمان ما أدري عنه. وأصر أنه إلا بمداخلة معك. ما أنا قاعد أقولك قاعد أشرب ما عندي وقت، الوقت قاعد أحاول أستغله. أنا نزلت في الانستغرام قلت بقابل الدكتورة نورية الرومي. فضحتني، كل العالم دقت لي. لازم أقول يوم الأثنين دكتورة نورية. قالوا سمعها أغنية محمد عبدو ليلة خميس. استغربت ليش ليلة خميس؟ خلينا نسمعها إنزين وبتقولي قصة ليلة خميس، إيش رأيك؟ لا مو قصة، أنا أحللها لك، أنا ما أعرف. تحللينها لي. تقولي لنا شنو موضوع ليلة خميس هذه ومحمد عبدو. خلينا نسمعها. وبعدين لتش التحليل الكلمات ليلة خميس، شو رايك؟ شو سكتي؟ اوكي عطني الأغنية. ليلة خميس وتحليلها الشعري وهذه الكلمات الجميلة اللي أنا قلت تكمل حللي لي شعريا ليش اخترتي ليلة خميس، وقالوا سأل دكتورة نورية عن أغنية محمد عبدو ليلة خميس وتحليلها الشعري عن ليلة خميس وسرحتي ترى. أنا تسمح لي أسألك سؤال؟ أي من بلغك بالسؤال؟ ما أقدر أقولك. خلني انا اخذ دورك في الحوار. اخذي دوري، ما راح اجاوبك. ليش؟ انا اختصرت الموضوع، ابي الحين التحليل الشعري، ليش ليله خميس؟ كلمات هذه الجميله. اولا يعني هذه القصيده للشاعر الامير خالد يعني ال سعود. صحيح. والملحن القدير يعني عمر كدرس طبعا معروف، واداء المطرب يعني الفنان المبدع يعني محمد عبدو. يعني ليلة خميس أعطيك إياها من باب التذوق والنقد، يعني وجهة النظر. أوكي، هذه أولا هي تتكلم من العنوان، فأنت تقرأها بثلاث قراءات على الأقل، أنا أقرأها بأربع قراءات في النقد. القراءة الأولى النص المكتوب، القراءة الثانية يعني قراءة الملحن أعطاني النص تلحين، فالموسيقى يعني اجتاحتني وبالتالي تذوقتها مثل ما تذوقت النص. القراءة الثالثة محمد عبدو بأداء الجميل، فأيضا فثلاث يعني تيارات يعني تعصف فيني في خلال يعني تذوقي لهذا النص. القراءة الرابعة هو التمثيل الحركي لمحمد عبدو، أوجه له تحية طبعا الفنان القدير محمد عبدو، وهو يعني يمثل يعني النص أمامي على طبعا المسرح. فالنص أيضا المدخل دائما العنوان، فالعنوان يتكلم عن زمن، والزمن قد يكون يعني في الأيام أو الأشهر أو التوقيت، فيتكلم عن يوم، وهذا اليوم هو يوم خميس، والزمن ليلا وليس نهارا. النص ماذا يقول؟ النص يعني يتكلم في البداية إن عن يعني فرحة لقاء في هذه الليلة،
ويجعل الطبيعة كلها تحتفي معه في طبعا هذا يعني اللقاء. وأيضا نجد أن الطبيعة متراقصة ورهن إشارته ويعني يديه، لهذا يعني يقول يعني في هذا أقول لك النص، ولا الجمهور يعرف النص، ما في داعي أطول يعني بالنسبة للنص. فالفقرة مقسم النص إلى 5 أقسام. القسم الأول يعني أعطاك فرشية أو أرضية لهذا الموعد في هذا المكان على البحر، والقمر شاهد والنجوم طبعا شاهدة. الفقرة الثانية احتفاء الطبيعة فرحة معه بهذا اللقاء. الفقرة الثالثة حالة الشاعر يعني في كيفية لقاء المحبوبة في هذا طبعا اليوم، وكيف أن الزهر يعني نفسه يعني عطر الندى يعني أو أهدى بالندى، وكيف أن الزهر سهران يعني لم ينم، مع أن الزهر ينام في النهار، يقول يتفتق في النهار ويغفو في المغرب وينام في غفوة تامة بالليل، ولكنه سهران فرح بهذا اللقاء يعني فيه. ولهذا الحدث في هذه الأغنية أنه هو يكون يعني قد يعلن للمحبوبة أن هي سوف تكون مطمعه وهدفه وحياته، وسوف يبقى لها وفي إلى الأبد. فالليل يتزاوج مع الطبيعة، والمحب يتزاوج مع محبوبته، فكل الكون في حالة توحد في هذه الأغنية، ويكون في هذه الحالة في شهود القمر والنجوم والكواكب تشهد أني بكون لها ملكها ولها وإلى الأبد. وهي في الحقيقة المعنى الثاني اللي غير معلن يشهد شلته وأصحابه أنه ما دام حيا سوف يكون ملكه إلى أن يرف الله الأرض ومن عليها، فهو بهج. ولهذا هو في حالة عرس، والليل من فرحة عريس، وقد ارتدى ثوب العرس، وهو أيضا تزين بأبهى عرس، فواضح أنه في هذه الليلة حفل الزواج. إذا تملك الزمن ووقف مرور الحلقة وأرجع من البداية عساس أبي ساعة ونص ثانية، وأطمع لو قلت الدكتورة نورية الرومي لا تكفيك ساعة ونص ولا تكفي ساعة، أطمع وإذا طلبت من جماهيرك لأني ما طرحت ثلث الأسئلة الموجودة، أطمع في حلقة ثانية الأسبوع الجاي. الأسبوع الجاي كلهم قاعد يتابعون، ترى مشاهدة عالية. أكيد عندك أسئلة لهم وما سألتني. والله ما طرحت. لا أحسن لا تسألني، ما أبي أسألتهم. ليش؟ أشوف يا شاب ولك. تطمعي بحلقة ثانية؟ توقع الأسبوع الجاي نفس التوقيت يوم الاثنين؟ إيه؟ ما طرحت شيء. أولا اشتفي تسألني؟ السنة الأسبوع الجاي رتبها. اشتفي تسألني؟ ما دخلت عالم السياسة ولم ندخل عالم الأدب الحقيقي. إذا سياسة وأدب أوكي، بس ما تعرج لا يمين ولا شمال. سياسة وأدب الأسبوع الجاي يوم الاثنين. أوكي. الاثنين الجاي رح يكون الجزء الثاني من أجمل الحلقات بإذن الله. بس ما توهقني. لا ما أوهقش، لا والله ما دخلت في العلم. السؤال الأخير معي دقيقتين، المخرج يقول لي الوقت. الكويت ظلمناها. نعم. الكويت ظلمناها. الصراع السياسي دقيقتين ولا نخليها الحلقة الجاية؟ أعطيك بس يعني بوينت يعني نقطة تبني عليها، ما تستاهل الكويت كل اللي قاعد يصير فيها. أنا عندي خط يعني أحمر لا يمكن مساسه، هو الكويت. راح أكمل على نفس هذه النقطة يوم الاثنين الجاي الساعة 10:30، راح يكون حوار إن شاء الله شيق، وراح أرتب وياك الأسئلة. أسفة تقولي أحرجتني. الدكتورة نورية الرومي أنا شاكر لك على هالسهرة الجميلة وسهرة ليلة خميس اللي كانت جدا جميلة، وتمتعت وياك إن شاء الله. لكن الأسبوع الجاي إن شاء الله
حيكون عندنا محاور ثانية نناقش وياك أيضا للجماهير والمشاهدين تمتعوا بهذه الحلقة الجميلة. شكرا. وبنختم بليلة خميس. الدكتورة نورية شكرا لك، والكلمة الأخيرة وياك. أنا طبعا أشكرك وايد على هذا اللقاء، وأشكر طلبتي وطالباتي على مداخلاتهم، وأشكر الأستاذ سهو السهو، أشكر جميع العاملين والقائمين يعني من رؤساء إلى يعني عاملين، وكل فريق يعني هذا البرنامج. أنا سعيدة يعني معاك رغم الأسئلة المسمارية. بعد ما وصلنا المسمارية. لا لا أنت وعدتني إن بس. لا والله ما في. الاثنين راح تشوف الأسئلة هادية وعاطفية، لأنها كانت حلقة جميلة، حلقة أدب وشعر من دكتورة راقية الدكتورة نورية الرومي. شكرا لك على حضورك اليوم، ونشوف السنتين إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية برنامج وجه لوجه، أشوفكم باشر إن شاء الله. أدعو الله أن يحفظ الكويت أولا، والله يسهل الحظ.